شهدت تدريبات المنتخب الاولمبي باستاد الدفاع الجوي حضور استاذ جمال علام رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد استعدادا لوديتي وديتين كوتيفوار خلال ايام 7 و11 يونيو الجاري ضمن الاستعداد لمنتخب لدوره الالعاب الاولمبيه بباريس. عايزين يطمنوا على حاله المنتخب. استاذ جمال علام راح اتكلم مع ميكالي وقال له ان كل الجهاز موجود وكل الناس بتدعم المنتخب الاولمبي علشان يعمل ميداليه ويحقق حلم المصريين في الاولمبيات، وان شاء الله ده يكون موجود. اللعيبه امكانيات كويسه جدا، اللعيبه عندها مهارات كبيره، بنامل اللي ان شاء الله يقدموا اقصى جهد عندهم، طبعا يعملوا اللي عليهم وزياده، وان شاء الله يكون في ميداليه اولمبيه مع فريق كره القدم.